محور ديكور صلاح الشاذلي ده يا فندم عباره عن 2 كوبري، كوبري بيربط شارع عين الحياه وحتى الطريق الدايري بطول 4.8 كيلو وعرض 3 حاره مروريه كل اتجاه. ده خلق يا فندم محور مروري جديد موازي لمحور الاتصالات لنقل الحركه من مدينه مصر القديمه وميدان السيده عائشه وميدان السيده نفيسه وميدان مجرى العيون مع الطريق ارتباط ارتقائه بصلاح سالم الى الطريق الدايري، بالاضافه يا فندم للكوبري الثاني من شارع البوستات وحتى محور الاتصالات بطول 4.8 كيلو وعرض 3 حاره مروريه لكل اتجاه. وده يا فندم خلق محور جديد موازي للدايري في المسافه من كورنيش النيل وحتى محور الاتصالات ونقل منطقه غرب القاهره بشرق القاهره. توجيهات سيادتك بتطوير طريق صلاح سالم في المسافه من حديقه الفسطاط مرورا بشارع عين الحياه ثم شارع الخلاء ثم كوبري الاباجيه ثم نفق باب الوزير ثم نفق الازهر ثم تلاقيها عند محور جيهان السادات. محور رئاسي الرزق يا فندم بطول 6.4 كيلو في المسافه من تلاقيه مع محور حسب الله الكفراوي من تحت نفق الاثمرات حتى تلاقيه مع صلاح سالم. والمنطقه دي يا فندم كنت سيادتك وجهت ان احنا ندرسها ونرفعها لربط محور رئاسي الرزق بمحور صلاح سالم، دي جاري الدراسه الرابعه، وبالفعل يا فندم بدانا الشغل فيه. انا عايز اقول لك على حاجه، النقطه دي لو انتوا حليتوها تمام فندم انتوا هتحلوا حاجه كبيره قوي في المنطقه دي. ان شاء الله باذن الله يا فندم. النقطه اللي هي نقطه الاتفاق صلاح سالم مع محور ياسر رزق ده كنت هتقول له ده الحركه دي كلها لشرق القاهره. لشرق القاهره ان شاء الله. مدينه وسط للتجمع لاي حاجه. ان شاء الله فندم تتحل باذن الله. طيب ان شاء الله. ايه تاني؟ تطوير طريق صلاح سالم يا فندم، المحور ده يا فندم ولطبيعه القاهره الخاصه احنا هيتم تطويره عن طريق ان احنا هنطور الاتجاه اللي احنا واقفين عليه ده في المسافه من حديقه البوستات وحتى جنوب نادي الابطال باعتبار الاتجاه ده للقادم من منطقه الجيزه وحتى منطقه جيهان السادات. المسافه من تقاطع جنوب نادي الابطال وحتى كوبري الاباجيه هيكون الاتجاهين بالكامل جداد للحركه المروريه وذلك لتخفيف السيوله المروريه وتحويل الحركه في ميدان السيده عائشه وميدان السيده نفيسه، لان المنطقه دي يا فندم في وقت المناسبات الدينيه بتبقى زحمه جدا. ومن كوبري الاباجيه هي زحمه على طول. هي زحمه على طول. لو مشينا دلوقتي هنلاقيها زحمه. لا لا ان شاء الله يا فندم باذن الله بعد ما تعمل المحطه تبقى باذن الله. ان شاء الله. المشروع يا فندم اسكان بديل عشان يا فندم. المشروع يا فندم بيتم ضمن مشروعات بتتبناها الدوله لخلق سكن كريم يليق بالمواطنين المصريين ونقلهم من المناطق غير مخططه والغير امنه الى سكن صحي يليق بيهم كمواطنين مصريين. عندنا فندم في المنطقه الجنوبيه يا فندم بيتم تنفيذ 5 مشروعات يا فندم. عندنا فندم اول حاجه تطوير منطقه المدابغ بمساحه 87 فدان يا فندم. المشروع الثاني يا فندم بيتم تطوير منطقه بطن البقره يا فندم. المنطقه الثالثه يا فندم منطقه عين الحياه وعين الصيره. عندنا يا فندم مشروع سيادتك تطوير منطقه عزبه ابو قرن، وده يا فندم تم نقل السكان ايضا الى مشروع معا. وهنا يا فندم هنتكلم مع سيادتك على مشروع اسكان بديل لشباب الخياله. تم يا فندم انشاء المشروع على مساحه 37.5 فدان يا فندم بنسبه بنائيه 36%. بيتم يا فندم تنفيذ المشروع بنسبه 100%. جاري تسكين السكان يا فندم وعددهم 1660 اسره. وتم تاسيس العمارات بالكامل يا فندم ومرفقه بالكامل. اجمالي المشروع ده اللي انت عملته ده وانا مش بقوله لك انا بقوله للمصريين. بقول ان احنا عشان نعمل الخمس مشروعات دول تقريبا 16,000 شقه. مش كده؟ تمام 16,000 شقه. 16,000 شقه ده كانت الناس عايشه في ظروف صعبه ودلوقتي هم بنعيشهم في مكان افضل زي ما انتم. انا بس عايز اقول ايه؟ احنا عايزين كمان الخدمات واحنا داخلين يعني في محلات موجوده. تمام 126 محل. طيب انت المحلات دي قوي نعرضها من دلوقتي. طبعا. انا قلت الكلام ده وانا هناك. تمام. ونعملها احنا، ليه نعملها احنا؟ عشان تتعمل بشكل يليق باللي انت عامله. ما نسيبش كل واحد على قد الظروف. احنا يعني مش هنيجي بعد يعني 16,000 واحده دول دي النهارده يكلفوا 8 مليار جنيه. مش كده؟ تمام 8 مليار جنيه ده لو قلنا 500,000 ده غير الارض وغير المرافق. وبالتالي ما نعملش ده كله والناس ما تشعرش بالخدمات اللي موجوده انها خدمات ايه؟ قديمه، خدمات ممتازه او على الاقل حاجه ثانيه هقول لك عليها. انت عملت مبنى اسعاف ومبنى اطفاء وحده صحيه. لا انا هتكلم في المباني ديت البريد والاطفاء والاسعاف. انا ما اقدرش اعمل مجمع للحاجات ديت بدل ما اعمل مبنى ومبنى ومبنى واسيب الارض الفاضيه دي يا ملاعب يا نوادي بدل ما اعمل مبنى للاسعاف ومبنى للاطفاء ومبنى للبريد. طب ما هو بقى يعني المنطقه دي كلها بالكامل اقدر اعمل لها الحاجات دي في مجمع واحد. مجمع خدمات. مجمع خدمات. فايه مفروضكم نشوف ده. تمام. دلوقتي كل الاحياء بتاعتنا الكنيسه والجامع. تمام.
مش كده يا فندم؟ ايوه فندم. طيب حاجه تاني؟ احنا بس القناه بالنسبه لنا اللي هم 16000 وحده اللي تم نقلهم، ان هم بدا يتم نقلهم تباعا من اول منطقه اللي هي منطقه سكه المدابغ وشقه السرود بين الليل، اللي هو الجزء اللي احنا تم نقله فعلا للاسمرات. بعد كده جينا الجزء الثاني اللي هو بطن البقره ومنطقه السحيله ومنطقه كومبراب، دول برضو تم نقلهم جزء منهم الاسمرات وجزء منهم في المنطقه الشرقيه. بعدين دخلنا على عزبه ابو ارنب، كانت مناطق دي كانت مناطق مهدده للحياه، منعو تقريبا معدومه الخدمات. الحمد لله برب العالمين تم نقلهم لمدينه او كومباوند معن، ال 4000 وحده كلهم تم نقلهم لمعن، وفي حتى في متبقي لسه لنا بعض الوحدات. واحنا دلوقتي جاري تنفيذ اخلاء والجزء اللي هو خاص بالسكر والليمون والزياره وتسكين. تمام. فعلا زي ما وعدنا سيادتك في المره اللي فاتت، احنا فعلا الحمد لله رب العالمين تم نقلهم لمنطقه الخياله. منطقه الخياله بتعتبر زي ما سيادتك شفت النهارده، يعني الحمد لله الناس كلها نفسيا مستريحه، وهي كمان فيها ميزه انها قريبه جدا من المنطقه اللي هم كانوا موجودين فيها. وان شاء الله باذن الله هنسرع الوتيره بتاعه الاخلاء والتسكين، وهنراعي الملاحظات اللي معاليك النهارده قلتها ان شاء الله. شكري. باذن الله. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام.